السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة. أسئلة الدور الثاني أسهل من الدور الأول، مع حرص وزارة التربية إضافة للأسئلة الفكرية التي تساهم في تحديد مستوى الطالب. اللجنة الدائمة للامتحانات تقول بخصوص الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط اللي هم الصفوف المنتهية اللي حيمتحنون يوم 21/8. تقول اللجنة الدائمة، تقول أسئلة الدور الثاني أسهل من الدور الأول. يعني أكو بعض التعليقات يقولون ست صحيح أسئلة الدور الثاني تكون صعبة، أصعب من الأول، من الدور الأول. لا، هم بنفسهم يقولون اللجنة تقول أسئلة الدور الثاني أسهل من الدور الأول. بعد شنية يقول لك مع حرص إضافة الأسئلة الفكرية، يعني أسئلة فكرية تساهم في تحديد مستوى الطالب. فاللي عليكم أقروا إن شاء الله أسئلة سهلة. وبخصوص الأسئلة والمرشحات، هذا الدور الثاني ما نزلت لأن موجود كل شيء موجود بالقناة. إن شاء الله النجاح والموفقية.